نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحت المامي إلى هاي أمضى إنه كل حلية هاي ضد قارة ومن خواص عباد الله الصالحين الضم إلى هاي سجارة وتحقليه وسجارة إلى هاي وقلنا حريسته وسجارة إلى هاي وجعلي هاي إنه ضدك إلى هاي كل حلية هاي وشيء نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه ضدك أسمر لويدي ضدك أيهين نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه وكل جوابي وددك أهل القرآن كأه القرآن كأس برشديسة فدنتيسة وعمل فلكيسة ددك كد دالة ويوير ددك خواست إلى هيئة ولذلك حديث ابن ماجه وسنن كيس كورنا جي أي النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحكيري إن لله أهلين من الناس إلى هاي ذاتك أهل كليه خاصة قيل من هم يا رسول الله قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته إلى هاي ذاتك أهل كل حليه أهل كاسنا وكو أهل القرآن كا القرآن كا عمل فلكي سي برشدي سي فلنتي سوكو مشغول سن كواسا أهل كا إلى هاي سجارة إلى هاي وقلنا حريص سنة ونبي أنه كتل مامي صلى الله وسلم وبارك عليه نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله ومن خواص عباده الصالحين إلهي هنقول دركوا الضمد إلهي خواص تعه وإلهي سجارة وحش مايو سجارة إلهي وجعليه إلهي هنقول در سبحانه وتعالى نبي أنه صلى الله وسلم وبارك عليه وحتل مامي ددك لما جير صدو ويا كاد لقل لي راهو وددك أهل القرآن كا قرآن كاس تفسير كيسة معاني ديسة أخرين تيسة وعمل فل كيسة ددك كم مشغول سن وددك بلشادة لقد تمني يوري نبي صلى الله عليه وسلم وإلها يا كار لقى إستقوى كالي حديث بخاري ورينا يا نبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحكيري لبقفون بالا تمنياه ورينا نبي صلى الله وسلم وبارك عليه لبدا قف النبي صلى الله وسلم وبارك عليه وحكو دري رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار لا حسد إلا فتنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار لبدا قف لما جرسنا يحاوقوها الرئيس قف قرآن لسيي ساعده مالنتين آخر السنة هبين كنا كم مشغول سنة آخر السنة شديسي يا معاني ديسي إنه فهمه أو برته كل عبادة سنة يا إلهي وجود وانا يا كاس والله ما جير صلاه ورنا بقول صلى الله وسلم وبارك عليه ده تكلم ما جير سنة يو أيو كجراه وجوه رياه تلمامي النبي صلى الله وسلم وبارك عليه مركوا النعمة وين أو أسره يتي ده كي تفسير كان كنت إحنا أردنا ما يستي يا شيخي لما يستوى وحيقل يعني حديث كادتك لما جهر سنة يو وكتابك إلهي ساعده دي هبينك إيمانك وكو مشغول سن ونبي أن أماني صلى الله وسلم وبارك عليه ولذلك كتابك إلهي أهدافت إيا أولي جيدوينك لو تلقى لي يا إلهينا وسو دجيي وحكم ده إن مقدقة يبادي ده الله قبحه وقفك مركو تفسير كي صاب الله بي أو لما يستي وإنو يراه محان كفائي دي وإنو إسبدل كوكوسة ما يوه تفسيرك وإنو قرآن كو نفتا دي بدلو وإنو قرآن كو سامين كو يشو وإنو سن قرآن كو نقنن ورقد جورنالو دسك آخر ستيئون أو حبا أدن كفا إيدين وإنو سن أكتا ذا كان نقنن وإنو تفسير كمركات بالله بيسي يمال انت أدلمين يسي عبادة ذا دي وإنو إسبد الشي إيمان كاقي وإنو إسبد لي أخلاق ذا دي وإنو إسبد الشي جعيلك الدين تو وإنو وحكو كردين أو إسبد لين جعيلك إلهي أد جعلاد وإنو وحكو زيادين جعيلك نبي أد جعلاد صلى الله وسلم وبارك عليه وإنو وحكو كردين وإن نرش هذه يردن قرآنك وحكب الدلي أيا الله ربا ما أنت قرآنك
وكودماضي. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه يا صحابتي سوا سيدا سيهان جيرين وقران كو سامين جيري مالين مالمها كمدا أي عبد الله بن مسعود نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحكيري اقرا علي القران قران كي يقول دول اخره عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود مركز وحكيري اقرا وعليك انزل ما قران كان كو دول اخرين اديغا با لوغو سو دجيي او قران كان نبريا او قران كان لوغو هوغامينيا سي رسول الله قران انو كو دول اخريا نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحكيري إني أحب أن أسمعه من غيري وحنجعلها يقفك لأن أن كم غلا أن كل راح يستقرنك أن جعلها يرى النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه عبد الله المسعود قرآنك سورة النساء أي صاب الله سوء النبي وجود الآخر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه مركو مرة يو آيدا قولك إلهي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أي عبد الله المسعود في روحا في ري نبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وحن أركي يري فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تدري فان نبي يؤوي يا أركي يري أو إلي موني مركان آية داس مرسيني فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نبي أوي يان أركي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه مركز سيدا سو كلا للدوني أو قرآن كو إنو قلبي غاقة تابتو قلبي غاقة إنو قرآن كو تابتو نلوش هذا أو أحكي بدلو ما أهان إنا ننقنو سيدي كوي قلبي غاقة لفسنا مرافقين تاهايو مركي قرآن كو سودكو ما شاء الله بارك الله فيك قران كو سودغو دي جيري او الهي قصص كودا قران كي نوغو تلمامي واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا الهي وحركو منافقين تمركي سوره لا سودجيو وحي دي جيرين ايكم زادت هذه ايمانا سوره دني هدا يي وحو زياديس وح ايمان يا ككررسدي دوا قال ما بربو قرانك ادوس عقيده وناكسن هي ايمان وسن قرانك كو دغيسنين ما ولو قرانك وحو زيادين قرانك لا انكره marka waxay dhigi jireen munaafiqiintu ayyukum zadatu hadhihi imana ye iman u siyaadisay hada suuradan maanta soo dagtay iyagu wuxuu faa'iideysaa sidaas oo kale marka qofka muuminku waa inuu san noqono markii suurada la dhameeyo هذا الحمد لله تفسيرك يا شيخ نور لما يستريه وإن إيمانيات يا روحانيات يا النفحات وإن أكر ليه قرآن كريم كا لكن هذين لغة أيكم زادت هذه إيمانا وخطرت ذي لا ذا وأستان هي على محو ولذلك قرآنكم مركو قفك أولى دمو مركو أولى دمو قرآنك wuxuu helayaa halaawo adduunyada dhan uu uga kaaftoomo oo iyada dhanba uu noco adduunyada quraanka markii qofka qalbigiisa uu ku weynaado halaawo helay saxaabiga la dhihi jiray tamiim udari habeen habeenada kamida hal aayadu ku dhafray uu ku celcelinayay macaanteedii iyo cajaaibteedii am xasib alladiina ishtaraxu sayyi'aati أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون آية داسو عشها بالله بي مركو الدكري صلاة صبحنا والوكر أدم هل كاس آية دوكو علينا محاكينا يه آية دا معناها أي تلمام يسو أي روحيا لدن سنهي كدا دكتي كم عن سنة هي روحانيات وكهلة هي مرك ما هاي القرآن كيس الحروف تيسا ونسكش شو بيو لكن القرآن كأهداف تيسا هي معاني تيسا هي مقاصد تيسا أي روح هي عند كاس إلا أيضا روح تلمامي أم حسب الذين اشترحوا السيئات كوي حماتة يدم بيجسمي
ما وحي أم ليان أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لم يدق إن كوي عبادة يستيو عملك الصالح السمي سواء محياهم أم ماتهم نرشد يجريد إن إسلام مدن قانا يسمي أم لينا يا قف حلو دن سوجيري وعبادة كسوجيري يحلو دن قف ظلمي يدم بكسوجيري ما إسلام مدن كرد جينا هو إلهي نرشد يجريد ودب سكمت بيان كرد جينا ساء ما يحكمون وحباس الله هذه وحي حكمين وحي ملايين وحي حكمين أي وحباس الله أيضا معناها تلمامي سو تميم الداري حبين كي يوضن أيو أيضا دافي وايي أو كسو جهدي تاسنا وحا كل من أي تذوق معاني القرآن الكريم قرآن كمعاني ديسة أي تفسير كيسة أي مركز أي دلان سنين معاني القرآن كأي دلان سنين قاركوت سلف كم ذا يعني دلان سيقي قرآن كي انتو كبتي أي قاركوت أجريودين آيات ودنها وقد عدي أي أدنتين آيات ودنها وقد عدي أي أدنتين قادي لديه جري ابن أبي أوفى وبصرق لك أها صبح صبحيها كم ذا مساجد إمام كأها أي وحو آخرية فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير بونك هدي الأفوفه ولا مال تاس ومال عرس ودنه يقعد على آية داسي فما تا ماشي محراب قال لقى سوق هذه شيخي سقو ميدة يا لقى سوق هذا هل الدنيا مركة قرآنك إنه ودنه نجت هابته أو مركت على قلبك إنه وساميه أو نلاش إنه وحكب الدلو يا للدنيا سبتوا أهدافتي ولجدوين كقرآن كلوس ودجيء أي سيدة أسأه وحال دون القرآن كنو قلبك النوريو قلبك إنو النوريو أي الله دوني ولذلك قرآن كأهدافتي ولجدوين كلوس ودجيء وحاكم ده قفك عقل كيس وزيادة هي قرات كيس قفك قرآن كتفسير كيس برتي معاني ديس فهمي قفك كلو حبود ديري عقل هي قرات أي ديري هي سببتو قصوين كفرها بدن أو قرآن كأكدح آخرنا أيو حكمتها قرآن كأكدح آخرنا أيو أيو حكه لا دبعوين فربدن وعقل يسكو كردنا يا تاسنا ومد إلهي سبحانه وتعالى وتلمامي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إلهي وحولا يوحان سود جنة قرآن لغة عربية كسعة سياد عقل ويالتان عقل سياد ويالتان مركا قرآنك عقلك بن آدم كحتى وفكر لوحة ورد لنصدى عقلك بن آدم أي وحكو كردنا أو وحكو زيادنا سابتو أن نشاعر قبيائي أي وحو له جري إذا علم الإنسان أخبار من مضى توهمته أنه قد عاش من أول الدهر وحير قفك بن آدم كهدو أقاده أمضيه إساق كهر ريي قسوين كودي يا أخبار تودي توهمته أنه قد عاش من أول الدهر وحاد أمال إنا إنو الدنيا دا بالله ويدي لنه ولا أجر مركو قسوين كقرآن كبرتو يا تاريخها الدنيا دا بالله ويدي إنو نولا أجر هاد أمال إنا قفكاس لأنه حكاقشة كينا قصدي النبي آدم مركز أسلا دا بالنبي آدم ولن ولا أجر وحكاق قصدينا قصة نبي الله النوح مركز أسلا دا هاي من نبي النوح ولا جوق جر وحكاق قصدينا سيرة دي نبي أن محمد صلوات الله وأزكى تسليماته عليه مركز أسلا دا من نبي ولن ولا أجر وحكاق قصدينا قصوين كصحابة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه مقعيدو دي يجهاد كي يقري جرين يأخلاق دي عبادة دي يزهد دي marka sad leedahay masaxaabadu la noola jiray qofkan marka waxa weeye qisaska quraanku uu bixinayo waa khibrad dheerada ayuu qofku uu ka heli aqal dheerada ayuu qofku ka heli xal doonahay marka quraanka dadna way ku khasaaraan oo qofki aan ku amal falin oo quraanka iska bartay macnihiisa baray laakiin dhabarka gadaashiisa ka tooray uu ku khasaari dadna way ku liibaan oo intii ku amal fashay
intay ku camal fashay ku liibaanahay. Ilaahay markuu yiri quraanka dadan dhaxal u siinaa, wuxuu daba dhigay fa minhum zaalimun linafsi, kuwii quraankan dhaxal u siinay kuwa zaalimiinaha ka mid noqday oo naftoodii dulmiyey ayaa ka mid noqday. Wa minhum muqtasid, mid muqtasid oo dhexdhexaadna waa ku jiraa, oo marna naftu ka adkaato marna isagu nafta ka adkaanaya oo dagaal isaga nafti ay isku hayaan. Wa minhum saabiqun bilkhayraati biidni illaah, mid khayraadkii ugu hormaray dadkana waa ka mid oo sadaqadii safka hore ka taagan oo salaadii safka hore ku dukanay oo qur'aan akhriskii safka hore ka taagan oo khayr walba ugu horeeya. Dalika huwa alfadlu alkabiir, kaasu way midka deeqda weyn heesta waa midka yacni khayr walba ugu horeeya. Walidaalika dadaa jira ilaahay qur'aanka uu ku dhex eedeeyey oo uu tilmaamay inaysan wanaagsanayn waa dad maaragtay diintii bartay haddana aan ku camal falaynin. Qaybo ka mid a ayaa ilaahay kuwaas wuxuu tusaale ugu soo qaatay eeyo kale inay yihiin qofkii diinka inta bartay diinka dhabarka ka tuuray, diinka dhabarka gadaashiisa ka tuuray. Tusaale ayuu ilaahay uga dhigay eeyo kale dadkaas inay la mid yihiin. Ninkii la dhihi jiray Balcan bin Baacuura ayaa ilaahay qisaskiisa qur-aanka uga sheekeeyey xilligii wuxuu noolaa Balcam nabiyullaahi Muuse calayhi salaatu wasalaam. Kitaabkii towraadkuu xifdiyey aaduu u yiqiinay, laakiin towraaddii dhabarka gadaasheeduu ka tuuray kuma uusan camal falin. ilaahay markuu ninkan nooga qisoonayay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shaydaanu fakaana min alghaawiin walow shinaa la rafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi watabaca hawaah famathaluhu kamathal ilkalbi. Ilaahay wuxuu yidhi ninkii Balcamahay hawadiisuu diintii ka doortay, hawadiisuu raacay, wax walba oo naftu amartuu raacay. ilaahay muxuu i amray ma dhihine, naf yahay maxaad rabtaa huu yidhi. Markaasi balaayo dhan oo naftu ay jeceshaayuu raacay. famathaluhu tusaalihiisu kamathali lkalbi, waa ey tusaalihiisu kalu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala ey. Marka qof walbo raadkii Balcam qaada oo waddadii ninkaasoo kale iyo sifadiisii raaca aayaddaasu soo geli. Qof walboo diintii intuu bartay hawada ka raacay, diintii hawada ka raacay, shaydaan ka raacay, waxay noqonayaan famathaluhu kamathali lkalbi. Qoladii yahuuddu iyagana towraad la siiyey oo towraad aan ku camal falin, ilaahay wuxuu tusaale uga dhigay dameer oo kaleu ilaahay tusaale uga dhigay. mathalu ladiina xumilu tawraata thuma lam yaxmiluuha kamathali lximaari yaxmilu asfaara. ilaahay wuxuu yidhi kuwii yahuudda oo kitaabkii towraad la xambaarsiiyey oo la siiyey haddana kitaabkii towraad xaqiisii aan ka soo bixinin dameeray la mid yihiin uu yidhi dameer. Marka qofku hadduu kitaabka ilaahay barto laakiin hawadiisa iyo naftiisa uu ka doorto, tusaalahaasoo kale uu soo geli inuu ilaahay agtiisa eey ka noqdo, inuu ilaahay agtiisa dameer ka noqdo ayuu noqon hadduu hawadiisii uu ka doorto kitaabkii ilaahay. walidaalika waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala sheekh cali khayr badan allaha siiyo, allahna barakeeyo, caafimaadkiisana allah barakeeyo. kitaabka tafsiirku meesha uu ku dhammeeyey in deegaanka dhan uu ku nuuray oo dadku ay ku wada liibaaneen oo dadku ay ku wada aflaxeen oo xaafaddu ay noogu nuurtay oo ay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay balaayooyin iyo shar badan ilaahay uu waddankan uga xafidaayo ayay ka mid tahay. maxaa yeelay goobaha lagu akhrinayo qur-aanka, xalaqaadka cilmiga lagu akhrinayo xertu fadhiso oo dadka dalabatulcilmi ay fadhiyaan, ilaahay mujtamaca shar badan ayuu ilaahay uga badbaadiyaa oo ilaahay uga xafidaa. waxa soomaaliya laga dhex sameeyey iyo waxa hadda laga dhex samaynayo markaad fiiriso filfiliq yaraa na soo gaaraya un waxaan kasbannay wax yaroo filfiliqa aana soo gaaray. qofaa qof xagga lagu dilay, qofaa saas abaaraa dhacday, waa filfiliq waxa la samaynayo iyo waxaan xaq u lahayn oo ilaahay maaragtay aan ka mutaysannay waa filfiliq. intaas waxaa ilaahay nagu badbaadinayo tafsiirkaa socda iyo qur-aanka la akhrinayo, xertaas kitaabaha usii lugaynayso oo lugahoodu ay u booraabayaan yaa, oo siyaasad aan ku jirin, oo cidna aan kursi kula tartamaynin, oo cidna aan maaragtaahay barakicinaynin, oo cid aan kursi la maruqsanaynin, oo ilaahay dartii masaajidda isaga soo kallahaya oo u soo hayaamaya, waa dadkaas dadka ilaahay balaayada waddankan uga hayo.
wax ka weynaa waddankan ka dhici lahaa, dhulgariiro iyo aafooyin lala yaabo ayaa ka dhici lahaa. kutubtaas la akhrinaya ilaahay nagu xafiday, allah noo aqbalo, ilaahay maaragtaa maqbuul ha nooga dhigo. hada wabillaahi towfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.